شاهدوا تصدم نور، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع شاهد سيماند اللي وقفوا نشر أسطوريتهم على الإنستغرام أو على السناب شات احتراما للظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلدهم، لكن من جهة أخرى عائلة عصام ونور لم يتوقفوا عن النشر، لكنهم قاموا بالتبرع بمبلغ يقدر ب 15,000 دولار، وعصام أكد أنه هو ماضي عقود تمنعه أنه يوقف نشر. فبالنسبة للناس اللي قالت عم تقول أنه أنتوا عايشين حياتكم واواوا، أنتوا أول شي ما عارفين نحن بشو عم نمر، ما عم نفرجي مقاسينا أنه نحن عنا عائلات عايشين بالخيام اليوم. بس بنفس الوقت في نقطة كتير ناس يمكن ما حكوا فيها، يمكن ما حدا بيسترجي يقولها، حقلكن ياها أنا اليوم. يا بتبهدل يا بتفهموني. فاليوم أنا إذا هلأ أنا عم أصور هالستوريات أو إذا أنا نشرت فيديو يوتيوب أو إذا أنا عملت هالشغلات، هذا مو بس رزقي، يعني هدول المصاري اللي أنا عم بعملها ما أنا بس رزقي، هي رزق الناس اللي أنا مسؤولة عنها. ففيني أنا أقعد لكم شهر والله على قلبي مثل العسل ما بعمل شيء، طل بنام وباكل وبفيق ولا بصور ولا بشتغل ولا بعمل شيء، بس الناس اللي هنيك اللي أنا مسؤولة عنها هدول إذا أنا ما بشتغل ما بوصلون شيء. فبدي أكون تفهموا بليز هالفكرة، إنه لا بقى تظنوا بالناس وخلي بليز نيتكم تكون منيحة. يعني هالحكي لفئة معينة ولا الكل، أهلي لا هالماما وبابا عايشين بعفرين بالضيعة، فعم نحكي معهم نحن وعم بيقولوا لنا شو صار وعم بيفرجونا البيت بيتنا، يعني كيف الحيطان كلها مشقشقة، وعم يحكوا لنا شو صار انه مرت عمي صار لها يومين نايمة مع يعني معنا واعية، وانه حاليا كلاتهم قاعدين بخيمة بالضيعة، يعني قاعدين بخيمة لانه خايفين من انه يقعدوا بالبيت. فكثير كان صعب والله حماهن وان شاء الله يا رب ما نمر الى روزا اللي تلقت تعليقات امبارح من طرف جمهورها اللي حكوا لها انه هي لابسه فيزون، وهذا التعليق ازعج روزا اللي ردت ونفت هذا الشيء. ايضا نفس هاي التعليقات بتتلقاها نور اللي ردت مؤخرا انه هي دائما كانت بتلبس هيك. صراحه هذا الوضع مش عاجبني ابدا، سكيني علاقتنا جدا صارت متدهورة، هاد مش سكيني هاد ليجينز، وجب التنويه الشديد عشان نضل أصحاب، أوكي؟ عشان نضل شو أصحاب. اسمع أحكي لكم إشي، هو الفكرة إنه هدول البوتس ما بيلتبس معاهم إلا إشي زي هيك، يعني ما بيزبط ألبس معاهم مثلا ستريت كات أو إشي تاني، يعني ممكن يزبط بس قصدي مش مع هاي الأوتفت على الأقل يعني.